مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا مسار مهنتي. اليوم حنتحدث عن موضوع مهم جدا لأي شخص بده يجي على كندا أو عايش في كندا، كيف يجد عمل في الحكومة الكندية. في ناس تسأل ليش الحكومة الكندية، حنعرف كل هذا والطريقة والحسنات والسيئات في العمل مع الحكومة، في مع ضيفتنا العزيزة اللي دائما بتنور كنار، الدكتورة ربا فتال. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيك دكتور جمال، وش أهلا بكل مشاهدين كنار. يعني مبسوطة أن رجعت معكم مرة تانية. شرفتينا أول إشي على كنار تي في، زي دائما أنت بتشرفينا، وأتوقع أنه الموضوع اليوم مهم جدا 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 لناس كثير عايشين في كندا. طيب إن شاء الله بنخدمهم وبنساعدهم كمان. دكتورة خلينا سريعا بس نحكي مين الدكتورة ربا فتال عشان الجمهور يعرفك اللي ما بيعرفك طبعا. طيب أوكي دكتورة ربا فتال، باختصار أنا درست بجامعة ميجيل وعملت ماجستير، وبعدين عملت ماجستير ثاني بالعلوم السياسية بالاتحاد الأوروبي بجامعة أوتاوا. بعتتني بعثة حكومة كيبك، بعتوني بعثة على بلجيكا لحتى أعمل علاقة الاتحاد الأوروبي مع كندا، علاقة الاقتصاد الاتحاد الأوروبي مع كندا. عملت الدكتوراه في جامعة لوفن ومع ميجيل، ورجعت لهون، رجعت درست في جامعة مونتريا بجامعة أوتاوا وبجامعة كارلتون، وبعدين قررت أنه أترك التدريس وأعمله بس بارت تايم، بس أشتغل فول تايم بالحكومة الفيدرالية. طبعا في بدت أسئلة حنحكي عنها. علي بيسأل هل ممكن يعمل حلقة عن الهندسة المدنية؟ حنحاول يا علي، أنا بوعدك إذا استطعت أجد أحد بالهندسة يحكي إن شاء الله أكيد. يعني سناء الدباس بتحكي العمر أكبر عائق، حنحكي عن موضوع العمر إن شاء الله قريبا. دكتورة ربا، الموضوع مهم جدا، وأتوقع أنه الناس كتير عم تسأل عنه، كيف أقدم على العمل في الحكومة الفيدرالية؟ انت حضرتينا برزنتيشن مشكورة عشان الناس تشوف وتسمع مع بعض، تحب أحطه؟ لو سمحت حط لهم إياه. وقبل ما أبدأ، طبعا انت سألت سؤال مهم، طب ليش الحكومة الكندية؟ طبعا هم نركز انه انا تركيزي انا بشتغل مع الحكومة الفيدرالية مش الحكومة البروفنشال بأونتاريو او المونيسيبال، لانه في عندك بكندا نحن ثلاث طبقات من الحكومة، في عنا المونيسيبال اللي هي حكومة أوتاوا، هذا بتقدم شغل حكومي مختلف طريقة تقديمه عن طريقة تقديم الشغل للحكومة بأونتاريو، عن طريقة الحكومة اللي هي الفيدرالية تبعت كندا. فنحن ما بنحكي عن الحكومة الفيدرالية، عادة في ثلاثة ايجنسي سنترال بيسموها سنترال ايجنسي، وبعدين في عندك ديبارتمنت، ديبارتمنتس نحن بالعربي اللي هن الوزارات. في وزارتين، فأنا هدول اللي بعرفهم، بس ما رح أحكي عن الوزارات اللي أنا عم أشتغل فيها، أحكي بس إنه أنا لوين المرحلة وصلت لها وكيف وصلت حتى نقدر نساعد الناس كيف يدخلوا. رح أحكي عن مثلاً ليش لازم يعني المحاولة الواحد يشتغل مع الحكومة الفيدرالية. في طبعاً عدة أسباب، هي الأسباب الإنسانية، هي حلو طبعاً إنه الواحد يقدر يقدم شيء للشعب الكندي، وهي الكلمة نفسها public servant أنا بحبها، اللي هي خادم الشعب، يعني خادم الpublic. فالواحد يعني هذا اونر المفروض ياخده لما يكون هو عم يشتغل لحكومته، عم يساعد أهل بلده. هاي واحدة. ثاني شيء، أنا بالفيدرال حبيت أشتغل لأنه المواضيع الفيدرالية اللي هي الاقتصاد والهجرة والسياسة الخاصة، يعني الفاينانس والأشياء يعني اللي بتخص البزنس وهيك أشياء، هي بتميل إلها يعني من خلال دراستي بميل إلها أكثر، فمشان هيك قررت إنه أدخل بهالمجال. بعدين هاي الناحية الإنسانية، طبعاً في الناحية الثانية اللي هي الناحية المالية والسيكوريتي. لما الواحد بيشتغل بالحكومة وخاصة لما بيكون indeterminate يعني مستمر العمل، في benefits من ناحية للأطفال، في benefits من ناحية السيكوريتي، يعني في أمان بالشغل، بيكون في عدة مفضلات يعني له كpension، عفواً بس البنشن يعني نسيتها بالعربي الكلمة، التقاعد
تقاعدية الشخص وكمان العطل. عم تسمعني دكتور؟ مسموع عندك؟ لأن أنا ما عم بسمع. سامع يس أنا حاطط ميوت عشان الصوت بس. طيب تمام. فهي أول شيء يعني ليش الواحد ممكن يطلع على الحكومة؟ المتطلبات الأساسية. هلأ هون طبعاً في كتير ميس يعني وميس كونسبشن يعني عدم فهم لأشياء. مثلاً بسمع كتير ناس بقول لك إنه ما حدا بيقدر يشتغل بالحكومة، صعب كتير، في عنصرية، ما بيشغلونا نحن العرب. ورح أقولش مش مزبوط هذا الحكي. في ناس كمان بتقول لك يا أخي هي بدها واسطات، بدها واسطات وبدها نتوركينج، ونحن ما عندنا هالنتوركينج. هاي كمان هاي مش مزبوطة بالمية مية. مزبوط النتوركينج مهم، بس مش بالطريقة اللي بيصير ببلادنا اللي نحن جايين عم نفهم إنه كلمة الواسطة أو النتوركينج. يعني لسه في أسس هون لحتى الواحد يقدر يدخل، وبعد ما يدخل بيصير النتوركينج لحتى يحصل على وظيفة تانية أو وظيفة أحسن أو يطلع درجات. أما الدخول فما بيعتمد على الواسطة أو النتوركينج بطريقة بلادنا. هاي كشغل. فالمتطلبات الأساسية رح حطها هيك بسهولة جدا. بس دكتورة البنفيتس اللي حكيت عنها في تأمين، بعرف تأمين صحي كمان بعطوه كويس يعني. تأمين صحي كتير منيح، اللي هو تأمين الأسنان، تأمين حتى المنتال هيلث، يعني إذا في واحد يروح عن سايكايتريس بيقدموا له الخدمات. يعني هي الخدمات أكتر من المعاش. يعني حتى أحياناً بيقول لك في ناس اللي هو عم يشتغل بالهندسة، مثلاً الهندسة الإلكترونية والهندسة الكهربائية والهندسات المطلوبة هون بهالبلد، هاي بيقول لك لا أنا أفضل أشتغل بالقطاع الخاص، القطاع الخاص بالبرايفت أحسن لي من شغل الحكومة، لأن الحكومة لما بتقدم هالخدمات هاي والبنشن والتقاعديات وكل هذا تاخد عليها، يعني بتقيم من معاشك الأساسي بتقيمه هي، وهي بتعمل لك التصميد وهي بتعطيك هالخدمات هاي. فمثلا واحد مهندس إذا بتقول معاشه مثلا 150 ألف أو 100 ألف وطالع، بقول لك لا أنا أفضل أشتغل بالقطاع الخاص، وأنا بدفع لحالي أو شركتي بتدفع لي أقل، بس بضل هذا المبلغ إلي. بس في ناس بتفضل تشتغل بالحكومة لأنه فيها السكيورتي هاي، يعني القطاع الخاص يوم بتكون عم تشتغل إذا ما اشتغلت منيح، ما عجبهم شغلك، ما عجبهم أسلوبك، ممكن ترفض. بالحكومة شوي أصعب، يعني لازم تكون يعني عامل شيء كتير كبير لحتى تفقد وظيفتك. مثلا سكشوال هراسمنت، يعني أشياء بهالكبر، يعني جريمة، يعني جريمة يجرم عليه القانون. جرائم اكزاكتلي. بس ما مو انه مثلا ما عجب هون انت او شكلك او طريقتك او اسلوبك بيقدروا يطردوك، هي صعبه بالحكومة. بس معاش عن يعني انت بدك تحسب انه معاشك اللي عم ياخذوا منه لحتى يصمدوا لك هالتقاعد، لحتى يعملوا لك انفستمنت بالهيلث كير وكل هالاشياء هاي. طبعا التامين الصحي للعائله كامل، للعائله كامل. نعم ممتاز. طيب نغوص في الموضوع، نغوص في الموضوع. هلا المتطلبات الاساسيه خاصه للي جايين الجدد هون، وما مو اللي حتى جايين جدد، فرض ان انت مثلا زيي، مو اللي مولودين هون وعايشين يعني هون وتربوا على الطريقه الكنديه، هدول ما عندهم مشكله وبيعرفوا الطرق، لانه حتى هن بالجامعه وهن عم يدرسوا بالجامعه بيعملوا هون كو. إذا واحد مثلا عم يدرس علوم سياسية علاماته منيحة بيطلع له شيء اسمه كوب أو انترنشيب، أغلب الأحيان بتكون بالحكومة. إذا كانت بالحكومة الانترنشيب بيسموها بريدجينج، يعني بفوتوك أول سنة بيشوفوك بدربوك بيشوفوا أنت طريقتك منيح، وأغلبهم بياخدوك بعدين بتفوت بيعملوا لك بريدجينج على الحكومة. نحن هون عم نحكي على اللي جاي مو جديد وبدون لغة، يعني جاي وعنده شيء اولا، يعني عنده شويه لغه، عنده شويه، عنده شهادته، عنده كذا ممكن، وبس عم يلاقي صعوبه. هذا انا كان مثلا، انا ما ولدت هون، انا بسموها فيرست نحن الفيرست جينيريشن ايميجرانت اللي جينا وعملنا ناشوناليزيشن، صرنا كنديين هون بهالبلد. مع اني درست بالجامعه هون، ما درست بس الثانويه، ما درست الدراسه الابتدائيه، فبيكون حتى علينا اصعب إنه نفهم النظام، نفهم طريقة كيف الحصول على شغل بالحكومة، عن شخص دارس ولدان هون ومن المدرسة عم يعلموه كيف يكتب، كيف يجهز الأسس، كيف يعمل الأشياء المطلوبة منه لحتى يدخل في المجال. شايفة معنا ريم معناني، مساء الخير، حبيت بسلم عليها.
كوتشري معناني حبيبتي. أوكي. لقلك المتطلبات الأساسية هي أول شيء الجنسية الكندية. أنا ليش بقول الجنسية الكندية؟ حتى لو مكتوب إن الجنسية الكندية مش مطلوبة ولكن لازم يكون، أو ميسون معنا كمان مساء الخير. عفوا أنا ما عم أقول الكلمة مساء الخير، بس شايفة بعضكم معي. أنا بس بدي أحكي شغلة، اللي عنده أسئلة يا جماعة حطها، وإن شاء الله آخر الحلقة حنمر عليها سريعا وحنجاوبها اللي ما قدرت تجاوبها في التقديم الدكتورة ربا. ف don't worry، وحنجاوب كل الأسئلة وحنحكي عن كل إشي، مش حنترك ولا تعليق إن شاء الله. تفضلي دكتورة. سوري. فليش الجنسية مهمة؟ لأنه حتى لو قالوا أنه مش مهمة، لا هي جدا مهمة، لأن لازم تكون أقل شيء عايش 5 سنين بكندا متواصلين لحتى تقدر تحصل على شيء اسمه السكيورتي كليرنس. يعني لما أنت بتقدم على طلب بالحكومة بدهم يشوفوا إنه بدهم يعملوا سكيورتي كليرنس، هاد تنبعت لسيسس يعني لمركز يعني المخابرات والاستخبارات هون بيسموه بكندا. هذا المركز بده يعرف كل شيء عنك بخلال أقل شيء 5 سنين على حسب السكيورتي كليرنس. هلأ في شيء اسمه الريالابيليتي، هي الشغلات البسيطة اللي بتبقى مثلا أنت داخل مش داخل يعني داخل مؤقت، مش داخل انديترمنت، هاي بيسموها ريلايبلتي، بتبقى بسيطة كتير، أو عم تعمل انترنشيب أو كوا. يعني المفروض أن تكون عايش بكندا على قليلة 5 سنين، بس ما بيدخلوا بالتفاصيل. بس إذا أنت بدك تصير انديترمنت بالحكومة أو بشغل حساس، مثلا أنت بدك تشتغل بوحدة من الوزارات اللي اشتغلت فيها وهي وزارة حساسة اللي هي وزارة الهجرة. وزارة الهجرة مثلا لازم يكون عنده واحد على شيء الطبقة الثانية، في 3 طبقات، في عندك الريالبيليتي للسيكوريتي، في عندك السكيور، وبعدين في عندك توب سيكريت. أنا مش توب سيكريت، أنا بالنص، وأغلب الناس بتتعين بالنص اللي هي السيكريت. هلأ قصة السيكريت هاي لازم تكون أقل شيء 5 سنين. التوب سيكريت بدك تكون عايش بكندا ومعك جنسية كندية 10 سنين. أوكي. وبدهم يعرفوا لما بدك تملأ هذا الطلب، بدهم يعرفوا وين عشت، حتى اسم البيت ومين كان صاحب البيت وكل التفاصيل. فلا خلينا نحكي باللي هو الشائع اللي هو بالنص، السيكريت كليرنس. سيكريت كليرنس بدك تعطيهم كل المعلومات عنك في 5 سنين، وين سافرت، وين اجيت، وين رحت. طبعا اذا انت عم تكسر السفر لا المناطق اللي هي مثلا الصين، فيتنام، سوريا، الاردن، السعودية، يعني هي الأماكن اللي هي بتعتبر حساسة بالنسبة لكندا، بدهم يعرفوا أكثر عنها، وخاصة على حسب الوزارة. هون بقى بده يزيد فأول شيء قلنا الجنسية الكندية لازم تكون معك، لأن لازم يكون أقل شيء معك 5 سنين بكندا متواصلة لحتى تقدر تحصل على السكيورتي كليرنس. الشغلة الثانية اللغة. يا جماعة يعني واحد بده يشتغل بالحكومة الكندية أغلب شغله راح يكون في كتابة إيميلات وفي كتابة أبحاث. يعني بدك تكون مثلا اناليست، لما بتفوت انت خاصه اللي هو الليفل 1 2 3 على حسب الاختصاص. ما عم نحكي عن واحد مثلا عم يفايت فاينانس للمحاسبه والاكاونتينج وبده ارقام اكثر، او مثلا واحد فايت اي تي اللي هو بده لغه الكمبيوتر السي سي والسي بلس والهدول. عم نحكي عن واحد بده يعني شغله الكتابه وشغله البحث والكتابه. لما بدك تكتب خطاب وتكتب رساله مثلا للوزير بده يقراها، بده يكون لغتك سليمة 100%، يعني ما فيها أخطاء، ما راح يجي واحد يقعد وراك يعمل تنقيح. فإذا أنت بتعمل تايبو كتير، لغتك مش ممتازة الإنجليزي، صعب إنه تقدر حتى تتجاوز مرحلة الفحص. الشيء الثالث المهم هون، يعني أنت شايف أنا عم حط لك بالأهم فالمهم، الجنسية، اللغة، الخبرة. يعني الخبرة بتلعب دور شوي بس ما كتير. أنا بقول لك يعني مثلا واحد جاي بيقول لك أنا كنت مدير صار لي ببلدي 20 سنة، 25 سنة، أنا جاي من الإمارات ولا البحرين، أنا كنت أستاذ، أنا كنت كذا. مش هون، لأنه خاصة بالحكومة. وأنا هي صارت معي وراح أحكي عن تجربتي الشخصية. أنا كنت بروفيسور بالجامعة، لما أجيت اعتبروا أنه ولا شيء، دخلوا لي من أول من الصفر، من درجة 2، يعني هي أقل درجة. واحد بيكون كان معي اللي من درجة 2 دخلوا بالحكومة بنفس الوظيفة تبعي، أنا بعمر معين وبروفيسور بالجامعة، واحدة طالعة من تخرجة هلأ من مجيل باك
واو. ما عامله لا دكتوره ولا عامله ماجستيرات ولا عامله شيء، بس بنت البلد متخرجه من مجيل هلا باك، دخلوها معي نفس الدرجه. ولما سالت على هالموضوع هذا استفسرت، قالوا لي انت بالحكومه هون احنا ما بنعتبر هالخبرات اللي اخذتيها برا ما بتعتبرهم بالحكومه، انت ما عندك خبره بالحكومه كيف تكتبي لوزير، كيف الوزير بده يقبل، كيف بدك تقنعي سفير، كيف بدك تقنعي، هذا كله بدك تتعلميه هون كانك ما ولدتي من جديد. قلت لهم اوكي، بس قال لي وقت الدايركتور وهي مهمه، مو معناها الخبره ما بتفيد، الخبره كيف بتفيد؟ الخبره بتفيد انه انا وهي الشخص مثلا اكس دخلنا سوا، هي صغيره بالعمر ما عندها اي خبره، دخلت ليفل 2 انا دخلت ليفل 2، انا بخلال 6 شهور قدرت اطلع من 2 ل 6، هي لساعتها بليفل 4. ليه؟ لانه انا عندي الخبره اللي بتساعدني اعرف كيف اعرف كيف انجز العمل بسرعه. بتجي الخبره، بس ما بتجي الخبره انه انت جاي يلا بدهم يعطوك اي يعني اللي انت شايف حالك انه انت بتستحقه، هن بيقيموه. هاي شغله. الشيء الثاني كمان التعليم. التعليم اذا لاحظت انا حطيتها باخر شيء للاسف، وانا هاي بدي اقولها بصراحه، التعليم اقل شيء مهم بالدخول للحكومه لشغل الحكومه. يعني الدكتوراه ما بتفيد، الماجستير ممكن يفيد اكثر، بس انت بيفيد الماجستير، الماجستير بيفيد انك دخلت بدك تطلع. اوكي، ما بتقدر تطلع تصير مثلا مانجر او دايركتور او ادفايزر الا يكون معك ماجستير. هون بقى الماجستير بيساعد لانك تطلع، بس للدخول حتى بكل الطلبات بتشوفها بالحكومه الكنديه ما بيطلبوا شهادات معينه، بيطلبوا هاي سكول اديوكيشن. في بعض الوظائف المعينه ممكن يقول لك اتس ان اسيت اذا انت معك مثلا ماجستير بكذا، او اذا انت معك بعدين شغله ثانيه التعليم. ما بيهمهم اذا انت درست علوم سياسيه، بالعكس حتى انا تفاجأت فيها هي بعدين، بيطلبوا منك هل انت درست ثلاث شغلات بيركزوا عليها، بيطلبوا منك اقتصاد اقتصاد سوسيولوجي علم اجتماع وستاتستكس احصاء، هذول هن ثلاثه. طبعا انت بعدين بتبرر، يعني مثلا اي واحد عامل علوم سياسيه او عامل اي فرع ثاني بيقول انا مثلا درست رياضيات فهي عند في اخذت كورسات ستاتستكس احصاء، انا درست علوم سياسيه بس خلال دراستي عملت اقتصاد، يعني في تبريرات بتصير. او الخبره، واذا انت حطيت مثلا بس انا اشتغلت بهالفرع بهالفرع بهالفرع، وقتها هي بياخذوها بعين الاعتبار. بس للاسف وانا بقول لكم يا هالتعليم اقل شيء مهم بالنسبه لهم، بيهمهم اهم شيء اللي هي، لانه انت بدك تعرف مين عم ينقيك، اللي عم ينقيك مش هو المدير اللي حيشغلك، اللي عم ينقيك شخص قاعد بالاتش ار هيومن ريسورسز عنده لسته متطلبات لازم لازم قانونيا يكون الشخص مناسب لهالمتطلبات. هل تحكي لغة؟ تك، بيعمل لك تك. هل انت معك جنسية كندية؟ تك. هل انت عندك خبرة؟ بعدين هيبقى بيشوفوك انت وقت الفحص، وقت بيعمل هل انت عندك شو تعليمك، هي وقت المدير وقت بيطلع على الورق. بس اللي عنده قاعد ورا الاتش ار اللي هو اصلا خريج هاي سكول او ممكن شوي اخذ كوليج، ما رح يهمه شو انت عامل. اوكي، طيب. هي يعني هي الصدمة الأولانية اللي لازم الواحد يعرفها عن شغل الحكومة. هلا في أي سؤال؟ نعم. في سؤال طبعاً، هون العمر بحكي، هل العمر له دخل في الموضوع؟ شوف، إذا واحد بده يدخل indeterminate يعني وظيفة كامل، يعني شو اسمه وظيفة يعني indeterminate مدى الحياة، يعني دائمة بده يدخل وظيفة دائمة، العمر بيأثر إمتى؟ لما بيكون مثلا واحد صار فوق 50، لأنه بيعتبروا بيقولوا أوكي من 50 ل 60 باقي له للتقاعد، أو 65 باقي للتقاعد، ما عاد الفترة كبيرة لحتى يقدر يجمع حتى هو نفسه البنشن التقاعدية. بس أنا شفت كتير ناس دخلوا ما بقى لهم غير 5 سنين للتقاعد، طبعاً معناها تقاعديتهم حتكون كتير قليلة. أنت تشوف يعني حسب كم سنة أنت عم تشتغل بالحكومة بتجمع تقاعديتك، فأنت نفسك بتقول هل is it worth it؟ يعني هل تستاهل أنك تفوت وتعمل كل هالفحوصة وكل هاد، بالأخير ما راح يطلع لك تقاعدية، لأن إذا اشتغلت 5 سنين ما راح تجمع تقاعدية. مثل واحد عم يشتغل هلأ، أنا لسه بقى لي 25 سنة بالحكومة مثلاً، بتفرق. هي واحدة. أما العمر
أو الجنسية أو الجنسية أو أو الدين ما بتفرق. أنا شفت ناس من أفريقيا سود، شفت ناس محجبات كتير محجبات، شفت كتير مسلمين وبليحي، وشفت كتير يعني أنا شفت كل الأشكال. لقلك شو هندوس وكله صينيين سيخ يعني كل الأجناس موجودة. فاللي بيقول لي في discrimination مش مزبوط، مش حكي مزبوط. لقلك وين discrimination تطلع، تطلع مو بالدخول، تطلع هل أنت كيف بدك تطلع بقى. يعني كل ما أنت هي مثل هرم okay بالحكومة، كتير ناس تدخل من تحت لما بتكون الوظائف صغيرة، كل ما طلعت بالهرم لفوق عم تصير مانجر دايركتر، بعدين دايركتر جنرال، بعدين عندك الـ ADM والـ DM يعني هدول الـ Deputy Minister والـ Assistant Deputy Minister، هيك لتصل لعند نائب الوزير. طبعاً بصير الهرم عامل هيك كضيق، وكل ما بتطلع بالهرم بصير بصفقه أكثر، في تصفاية أكثر، وبصير بقى في هون بقى بتصير النتوركينج، قديش مين بيعرف مين وقديش صار لك ومين بيحبك ومين ما بيحبك ولغتك، وانت هل سياسي او دبلوماسي كفاية لحتى تقدر تكون بهالمناصب هاي وعمل انفلونس على الغير، وتقدر تتعامل مع كل اللغات خاصة لغات البلد اللي هي الانجليزي والفرنسي. هون بتصير بقى هاي الاشياء مهمة، اما مو بالدخول. الدخول انا شفت كل الاجناس دخلة. أنا بعرف ديبوتي مينستر هندي يعني عادي. أيوة أيوة، أنك دي جي تبعنا هندية هندية، وكمان عدد النساء مثلا بتلاقي صار بيقل، اللي كل ما طلعت بالهرم كل ما بيقل عدد النساء، كل ما طلعت بالهرم بيقل الألوان، بتصير بتشوف الرجل اللي هو اللي بيسموه سينيور وايت مان فرنش أنجلوفون سبيكر أكتر. يعني هاي كل ما طلعنا بالهرم. هلا تميمي محمد تميمي بحكي لك اول شيء منوره ومتالقه كالعاده. اهلا فيك استاذ محمد. العمل في الحكومه شروطه متعبه، طبعا له اقل من 5 سنوات في كندا. صح لانه هي ما بيقدر يحصل على السكيورتي كليرنس. يا بعدين اللغتين الفرنسي والانجليزي مع هاي. بس بدي اقول لك هاي مو بلا الدخول، هاي بتصير مشكلة أكثر وأنت عم تطلع درجات. يعني درجة 2-3 هلأ بدي أحكي عن هالموضوع، فخلينا خطوة خطوة. طيب. الخطوة الأولى، هلأ أفرض أنه أنت هلأ أفرض أنت عندك لغة أوكي بتحكي على قليل إنجليزي، عم نحكي على قليل إنجليزي وشوية فرنسي، بس قول حتى لما بتحكي فرنسي عندك لغة، عندك شوية خبرة، ما بتهم تعليم ما بيهم، مهم عندك شهادة بكالوريا، جنسيتك كندية وصل لك 5 سنين هون، قدمت كيف بدك تقدم؟ الخطوة الأولى بتفتح شيء اسمه ملف إلكتروني، هاي بتروح على اللينك هاد اللي أنا مقدمته هون، حورجيك إياه، أنا مصورت لكم إياه، ممكن تورجينا الصفحة اللي بعده لو سمح، ممكن البيج اللي بعده. أيوة، بتروح على هاللينك هاي، بتعمل فايل إلك أوكي، بتحط اسمك، بتعمل باسورد، هاي بتصير أنت الفايل الأساسي تبعك. هذا الفايل الأساسي ممكن تروح على الصفحة اللي بعدها كمان، اللي هو بس نحكي الاسم اللي هو جي سي اللي هو Government of Canada، يعني جي سي جوب. إذا أنت ممكن تشترك، إذا أنت ممكن تعطي الناس هاي اللينك أو هاي البرزنتيشن هاي مشان يقدروا هن إذا بدهم يقدموا. طبعا هذا اللينك، هذا أهم شيء، اللينك اللي ورجيتك يا أول اللي هو يعني كثير ناس ما بيعرفوا إنه هون لازم يروحوا لحتى يقدموا، اللي هو هذا تحت. أيوة هذا اللينك، هذا مهم جدا. هلأ في طبعاً هاي اللينك بدي أحكي شغلة بس ملاحظة، في وظائف بيقدم إلها الواحد مباشرة، مثلاً إذا أنت بدك تروح على الجيش الكندي الفورسز Canadian Forces، هاي إلها صفحة لحالها. نحن هون عم نحكي على مو على الجيش ولا عم نحكي على المخابرات الكندية، نحن هون عم نحكي على أغلب الوظائف الكندية ما عدا هذول الاثنين. ممكن الشرطة حتى الفيدرالية بتختلف. مزبوط. الشرطة الجيش والمخابرات هاي لهم هن صفحتهم، نحن عم نحكي على كل الشغلات الثانية. هلأ ممكن لو سمحت اللي هي page 5 أوكي. هي مزبوط. هلأ أوه. هون لما أنت فتت عملت الباسورد كيف بدك، لازم تعمل شيء، كل هالمعلومات هي المطلوبة منك، مثلا هون طالبين منك resume personal information، شفت تحت personal information. yes. هاي بتحط انت معلوماتك الشخصية، بعدين بيقول لك الاكاونت انفورميشن، بتحط هالمعلومات،
بعدين بتحط كمان الرزمي تبعك. انا بس بدي افتحها شوي لحتى اقدر اشوف مظبوط، اللي هي سيستم نوتيفيكيشن، وبعدين بتحط انت هاي حطيت هون معلومات الاساسيه تبعك، اوكي بيرسونال انفورميشن، ومنها السي في. هلا الصفحه اللي بعدها هي هون مهمه، انا بدي احكي فيها مع الناس مع جمهورك لو سمحت. ايوه الخطوه الثانيه هي بدك تعرف انت شو الفئه اللي بدك تقدم لها، لحتى تقدر تعمل السيرش تبعك البحث تبعك لازم تعرف انت اي فئه لازم تقدم لها. مثلا اذا انت حابب تعمل ادمنستريتيف اسيستنس، يعني مساعد، اللي بيسموه مثل سكرتيريا يعني، نعم سكرتيريا للمدير او سكرتيريا للدايركتور جنرال، هاي وظائف رائعه، بس بنفس الوقت لازم هي لها كاتيجوري معينه اسمها AS. فانا لما بتروح انت على هذا اللينك المحطوط بتحت بتشوف انت شو اسم الكاتيجوري تبعك اللي لازم انت تعمل السيرش فيها. يعني مثلا اذا انت محلل سياسي، انا محلل سياسي، بدور على وظائف بالكاتيجوري EC economic، ما بعرف شو السي لشو، بس يعني لك محلل سياسي دائما بدور على الاي سي، المساعد الاداري AS، مدير برامج BM، مبرمج CS، اوكي مفهومك. عفوا راحت الصفحه عندي دقيقه واحده كل رجعها. بعدين عندك مثلا اذا في عندك انت مدير برامج، يعني هذا مو مدير، يعني مو صرت مدير بروجرام مانجر، يعني بروجرام تبع البروجرامينج، ايوه تبع البروجرام تبع الكمبيوتر. عفوا بس انا راحت عندي الشاشه لحظه واحده لرجعها. فبعدين في عندك مثلا اذا انت بدك محاسب FI، بدك IT AS، يعني كل شيء له عفوا SI اللي هو تبعت ال شوي اللينك عم تعذبني ما بعرف ليش، عم تروح وتجي. عفوا لحظه واحده هلا رجعت. هلا كثير مهم انك تعرف لما بتدخل انت تختار واحده من هدول كثير صعب تغير. يعني اذا انت دخلت EC بدك تكمل EC، دخلت FI بالمحاسبة بدك تكمل فيها، صعب تغير من AS اللي هي تقول لحالك طب خليني ادخل، انا كثير في ناس بعرفها قالت طب خليني ادخل مساعد، اقدم على وظائف مساعد وبعدين بنقل على تحليل سياسي، ما بتزبط. اوكي فهي ما بعرف اذا معي يا دكتور اللينك، عمل شيء قاعد كمل لو سمحت، اللي هي الصفحة اللي بعدها. ايوه فكتير ضروري واحد يختار الفئة المضبوطة له من الأول. إذا صعب تغير داخل الحكومة وانت جوا، صعب جدا تغير داخل الحكومة. هلأ لحتى تعرف، نحن أول شيء هلأ أعطيت أنا اللينك لحتى يعرفوا وين أي فئة هي. هلأ إذا بتتعرف ديش طب بيندفع لك، هاي اللينك اللي هلا عم بعطيك اياها اللي هي rate of pay، قديش بيندفع لكل فئه. ما في شيء مثلا انه واحد بيدخل بيندفع له اكثر من شخص ثاني، او انك مثلا تعمل نيغوشيشن على المعاش تبعك بالحكومه. كل شيء مكتوب، كل شيء واضح، على حسب الكاتيجوري اللي بتدخلها، على حسب المرحله اللي انت بتدخلها، المعاش نفسه لكل الناس. فهون مثلا تحتها هي بتلاقي انت select an abbreviation، ففرض انت عملت سيلكت ل EC. بعدين تحت الاي سي بتشوف بقى كل المعلومات اللي هي قديش الدفع على حسب البروجرام، اول سنه صار لك بالحكومه، ثاني سنه، ثالث سنه، رابع سنه، هيك لحتى تتقاعد. فهي مهمه كمان اذا حدا حابب يعرف قديش الفرق ممكن يكون اذا هو دخل PM مدير برامج عن ان هو يدخل مثلا محلل سياسي، او على انه يدخل IT، او على انه يدخل فاينانس. هلا اللي بعدها اللي هي الخطوه الثالثه اعداد البحث. هلا انت عرفت شو صارت عندك فكره شو الكاتيجوري اللي بدك اياها، صار عندك فكره قديش بيدفعوا لك، اوكي جاهز هلا لتعمل البحث لحتى يجي لك ايميلات لما بتجي، مشان ما انت تضل عم تدور كل يوم على شغل، لانه احيانا بيحطوا احيانا ما بيحطوا. فانت بتعمل الريسيرش سيف، وهن بيصيروا بيبعتوا لك ايميلات لما بيجي شيء بيناسب الكاتيجوري اللي انت اخترتها. فمثلا
معلش في سؤال مهم جدا في السلايد السابق عشان هيك انا حطيته. ايوه. لو واحد يعمل تو اكاونت اذا معاه شهادتين مثلا، يعني عنده مثلا اكاونتينج واي تي ويبحث عن تخصصين تزبط واحده منهم، هل هذا ممكن؟ خليني بس فكر فيها دقيقة واحدة. طبعا هو اسمين مختلفين. لا أنا ما شايفة ليش، أنا ما شايفة ليش مو ممكن. ممكن ممكن بس ممكن نعم ممكن يعمل، بس كمان ممكن يعمل من نفس الأكاونت بحثين. بحثين يعمل. ممكن يعمل بحثين بنفس الأكاونت. أوكي. محتمل يعني ليه؟ لأنه لقلك الأكاونت هذا له رقم، بس يتاخذ الرقم ما بتصير انت مثلا تروح على امتحان بيطلبوك، تروح على الامتحان بيقول لك put your account number. ما بدك تخربط حالك وتخربطهم باسمين وبرقمين وطريقه العرب وتلبك الدنيا. طيب على اكاونت واسم ودور على وظيفه بنفس الاكاونت. فاللي بعدها هلا الخطوة الثالثة للحد من الوظائف. اوكي، اعداد البحث. اول شيء المدينة، كيف تعمل انت تحديد؟ لو سمحت تروح للي بعدها، للصد انت اللي عندك اللي بعدها. يب. هي اللوكيشن. ايوه. هلا هون انت بيطلع لك انه كيف تقدر تعمل بحث، بيقول لك سيرش جوب سيرش. شو بتحط انت؟ المدينة. حدد وين بدك تشتغل. اغلب الناس بتعرف وين بدها تشتغل. هلا اقول لك، قبل ما الواحد يصير عنده اولاد احيانا ممكن يحط كل المدن بكندا، تفتح له طبعا مجالات اكثر. صح. او بما يكون عنده مثلا علاقه وزواج وكذا، بس يصير متزوج وعنده اولاد بتصير اصعب، فبصير محدد بطبيعه انه زوجه عنده شغل بمكان معين. فمشان انت تقلل يعني البارازيت عليك، بتحط المدينه اللي انت بدك اياها. انا عاده دائما بحط يا اتوا يا بحط جاتينو، او اذا احيانا بيكون يا جاتينو او اتوا، لانه هدول الاثنين هن اللي بيكون فيهم وظائف حكوميه هون نحن عنا. طبعا اذا انت عايش بمدينه، اي طبعا بتقدر تحط اثنين واكثر. اذا انت عايش ببريتش كولومبيا، اذا انت في حدا اللي عم يتفرج علينا من بريتش كولومبيا او من اونتاريو من تورونتو او من مكان ثاني، بيحط مونتريال، بيحط اللي بده اياه. طب دكتوره بدي اسالك، تقدر تحطي مثلا نحكي جي تي اي كلها، ولا لازم تحط المدن اللي في الجي تي اي؟ عادة هن ما كاتبين، ما في عندك الجي تي اي اللي هي جريت، لحتى نقول للناس شو الجي تي اي. جريت تورونتو اريا، او احيانا بيقول لك كمان ان لحظه شو اسمها، ناشونال كابيتال ريجن. يس، ناشونال كابيتال ريجن. يا هدول ممكن تحطهم، بس بهذا البحث ما في. بهذا البحث انا دورت ما في غير انك تحط المدينه نفسها، فانا دائما بحط جاتينو او بحط اوتاوا او بحط اثنين. هاي المدينة. بعدين النوع، حدد النوع. يعني مثلا انت هون بيطلع لك النوع الشغل، اوكي وات تايب يو وانت. هي حددها بانه مشان تقلل، يعني عرفت كيف، مشان تقلل قد ما بتقدر تقلل المعلومات، يعني تعطيهم معلومات محددة اكثر شو نوع الشغل اللي بدك اياه، بيكون افضل. الوزارة بيقول لك حدد الوزارة which organization. في ناس بتحب تشتغل في ناس بتحب تشتغل بوزارة معينة، بس أنا هون بقول لا تحدد. فأنا عم بعطيك شغلتين، عفوا أنا عملت خطأ يمكن بالتعبير، هقول مرة تانية. حدد المدينة وحدد النوع الشغل، EC إذا بتقدر مثلا EC أو AS أو FI، بس ما تحدد الوزارة. أوكي. وليش عم بقول هيك؟ ليش عم بقول هيك؟ هاي استراتيجية. هلا بالواحد شوي يكون استراتيجي لما بيدخل الحكومة. أنا هذا كان الخطأ بالأول، أنا حاولت رح شارك جمهورك. أنا تقريبا قدمت 200 مرة قبل ما حدا قال لي الطريقة اللي هلأ أنا عم قلكم عليها اللي قدرت أحصل فيها على وظيفة الحكومة. والسبب هو هذا الخطأ بالذات، الخطأ أنه أنا كنت عم أقدم بس على الوزارات اللي أنا بدي إياها. مثلا إذا أنا حابة كنت مثلا أشتغل بوزارة الهجرة، كنت عم أقدم بس على وزارة الهجرة. أو إذا حابة مثلا أقدم كنت حابة أشتغل بوزارة اللي بيسموها وزارة الاقتصاد اللي هلأ عم بشتغل فيها، وزارة الاقتصاد والصناعة، كنت بس أقدم على هالوزارة. هون الخطأ الكبير اللي ما كنت أعرفه. إذا تشوف الحكومة كأنها employer، يعني بيشغل موظف واحد، employer واحد، بتقدم على كل الوزارات حتى الوزارات اللي ما بتهمك. مثلا واحد ما بيهمه الفيشري
وزارة الصيد. أوكي؟ بتقدم على وزارة الصيد. ليه؟ لأنه الكريتيريا لاختيار مثلا اختيار فاينانس هي نفسها والفحص هو نفسه. إذا أنت بدك مثلا تكون اي تي، إن أنت كنت بالفشري عم يعملوا الفحص، أو أنت كنت بوزارة الاقتصاد هو نفس الفحص. إذا أنت مثلا حابب تكون محلل سياسي، ما limit yourself، okay. تحد نفسك يعني. تحد نفسك بأنك تقدم بس على وزارة واحدة، تقدم على أي وزارة مفتوحة. إذا شفت بكرة وزارة الاقتصاد عاملة فحص يعني كونكور بالفرنسي أو شو بيسموه بالإنجليزي، نسيت بالإنجليزي شو بيسموه، process عاملة حنا process بيكونوا، أو كونكور قدم عليها وين ما كانت الوزارة. طالما أنت عم تقدم على المدينة اللي بدك إياها، كي ما تروح تقدم على فحص مشان فانكوفر. إذا أنت بدك تورونتو ما تروح تقدم على فانكوفر. إذا أنت بدك مثلاً إي سي اللي هو تحليل سياسي، ما تروح تقدم على فحص للسكرتارية. واضح الفكرة؟ واضح. هلا ما تحدد حالك بالوزارة. لما أنت بتنجح بالفحص وبيحطوك بشيء اسمه بول، هي كثير مهمة بعدين حأشرح أكثر عنها. البول هذا البول لما بيحطوك منه، فرض أنت ما في لك وظيفة بالفشري، وزارة على فكرة هي موجودة الوزارة، وزارة السمك أو الصيد، بس ممكن أنت تتعرف على مدير هون بقى النتوركينج الواسطة بتجي. أنت إذا كنت بالبول هذا وتعرفت على مدير بوزارة الهجرة، ممكن هذا المدير يجي وياخدك من البول، يسحبك من البول، يسحب اسمك. ليه؟ لأنه أنت أوريدي اجتزت مرحلة الامتحان لحتى تصير بالبول، بيكون أنت اجتزت هالمرحلة وأنت موجود أصلاً، خلاص فحصوك بالحكومة ولقوك مناسب وحطوك بالبول تبعهم، فأنت أي وزارة ممكن وقت تسحبك لها. اللغة كمان، اللغة على حسب. إذا أنت فعلاً شخص ما تحكي ولا كلمة فرنسي، ما تقدم على وظيفة، أوكي، عمل الريسيرش تبعك. إذا رجعنا على صفحة 9، السيرش في واحدة منهم اللغة. هون إذا أنت فعلاً ما بتحكي ولا كلمة فرنسي، قدم على English Essential، يعني هون مشان يعرفوا هن إنه أنت مقدم بس على وظائف تحكي إنجليزي. أما إذا أنت راح تقدم، إذا بتحكي شوي فرنسي يعني ممكن تمشي حالك، قدم على Bilingual، تفتح لك أبواب كتير أكثر. بس ما تقدم على Bilingual وأنت ما بتحكي فرنسي أبداً، لأنه أخريتها راح يعرفوا. آخر يمتحنوك، إلا إذا عندك قدرة أنت من هون لوقت ما يمتحنوك، لأن هي هلا بقول لك قديش تاخذ هاي البروسيس اللي عم بحكي لك عليها. من هون ليمتحنوك، إذا عندك قدرة تتعلم فرنسي أو إنجليزي على حسب اللغة اللي هي الثانية، بليز قدم على الاثنين. بس إذا ما عندك قدرة يعني هي تكون واضح فيها. هلا اللي بعدها، هل بس أنت تعمل السيرش تبعك جوب سيرش، تحت بالأخير بتقول لك، بتقول لك عفوا إذا ممكن تروح لي على سلايد 10. هذا هو 10؟ لا، سلايد 10 أيوه هذا، عفوا هذا. أوكي. هذا اللي كنت، هذا الجزء التحتاني من الأولانية اللي تبع جوب سيرش. بتشوف بالأخير مكتوب select location، select كذا، بعدين بتقول لك لا بدي أوصل اللي بعدها. ممكن تروح لي على 11؟ هاي هي؟ لا لسه، هلا بدي احكي لك على هي intent of the process. هون بيقول لك، انا اللي هايلايتد هون بيقول لك شو intent of the process، انت كيف بتقدم. لما عم بقول على الوزارات كلها، في كلمات معينه هي اللي بتدلك على انه هذا البول اللي راح يعملوه الامتحان هذا راح يكون مفتوح لاكثر من وزاره، لانه في امتحانات مغلقه. اوكي، هي وقتها بدك تعرف انه لا، اذا ما قدمت على الوزاره المضبوطه ما راح تدخل فيها، او مثلا ممكن يقبلوك بوزارة الصيد وتشتغل غصب عنك بوزارة الصيد، لأنه هذا الامتحان لوزارة الصيد. بس الأغلب بتكون مفتوحة وبتكون مكتوبة بالintent of process، بيكون مكتوب فيها مثلا الكلمة اللي هي أنا عم دور عليها، for all other departments, open to all other departments. هي شفتها هون highlighted، the process may be used for various tenants، أو بتقول لك open to all other departments. هاي الكلمات بتدلك على أنها مفتوحة لأكثر
أكثر من وزارة. نعم. السلايد اللي بعدها اللي هو رقم 12 لو سمحت، سلايد 12، الخطوة الرابعة، هي كتير مهمة، اختيار المستوى. زي ما قلت نحن عنا العرب عادة بيجي لأنه هو عنده خبرات خبرات طويلة، وأحيانا ما بيكون عنده خبرات بس في مشكلة إنه بيعرف كل شيء، بيفهم كل شيء، بده يصير فورا مدير المدراء، ما بيزبط. إذا فعلا بدك تدخل الحكومة بدك تكون جدا واقعي، بدك تعرف إنه أنت ما عندك خبرة بالحكومة، حتى لو أنت كنت دكتوراه معك، حتى لو أنت كنت مدرس جامعة، حتى لو، وتكون عندك استعداد إنك تبلش من الصفر وتبني حالك ممكن بسرعة إذا عندك الخبرة طبعا. هون الخطوة الرابعة اختيار المستوى. الموظف الجديد عادة بيقدم، لأنه هو الفحص بيكون مثلا لإي سي من 1 لـ 2 لـ 3 لـ 4، فأنت لحتى تعرف أنه فحصك قدام عليه. غالبا اذا بدك تدخل الحكومه لاول مره، عم تعمل فحص لاول مره، قدم على الامتحان اللي هو من 1 لـ 4، ليفل 1 لـ 4، هذا الليفل المناسب للشخص عم يدخل الحكومه لاول مره. واضح. الموظف الخبير اللي هو بيكون اثر له على القليل السنه او سنتين بالحكومه، بيعملوا له امتحان ثاني مشان يطلع لليفل 5. المستشار اللي هو انا مثلا، المستشار اللي بسموه ادفايزر، يعني هذا الادفايزر ليفل 6. هلا هذا الليفل 6 استحاله يعني تجي من برا، ما عندك خبره ابدا بالحكومه، ما عملت بريفنج نوت لوزير قبل، ما بتعرف شيء، وفجاه تفوت لليفل 6. ليه؟ لانه الامتحان راح يطلب منك تكتب بريفنج نوت عن موضوع معين للوزير، فاذا انت ما عندك خبره كيف تنكتب هاي النوت استحاله، او مساعد وزير او مساعد مساعد وزير، فاذا ما عندك هالخبره هاي ما راح تقدر. فمشان هيك انا بنصح، مشان هيك عملتها بالاحمر، إذا بده يقدم واحد لأول مرة على وظيفة، ليفل 1 لـ 4 هو الليفل المناسب، ولحتى ما يضيع وقته يعني هذه أعتقد مهمة جدا دكتورة إنك تحكي. هاي كثير مهمة، هاي كثير مهمة. أحد من الأخطاء كمان اللي عملتها إنه كنت مثلا عم أقدم على ليفل 6، لأنه أنا شايفة حالي إنه أنا معي كل التعليم والكفاءات التعليمية، بس ممكن فهمانته وقتها إنه ما بيقبل بالحكومة، بدك تكون عندك الخبرة من عندهم، هن يعني مربينك على إيديهم. فهي مشان هيك من 1 لـ 4 هو الشيء المناسب. المانجر هلأ هون بقى بيختلف الوضع. مثلا أنا عم حاول أطلع على درجة مانجر اللي هي درجة 7، هون بقى اللغة. إذا الواحد أنا مثلا درجة المستشار أو درجة الخبير، هدول بدك تكون عندك، عفوا خليني أرجع بالحكي لحتى تكون بتسلسل واضح. إذا أنت موظف جديد وما عندك فرنسي نهائياً، أو ما معك إنجليزي نهائياً، يعني عندك واحدة من اللغات، تقدر تقدم على 1 لـ 4. بس تصير 5 و6 بدك يكون عندك اللي بيسموها BBB، يعني إنترميديت، متوسط بكل اللغات، فهم متوسط، كتابة متوسطة، قراءة متوسطة، يعني فهم جيد للغة الفرنسية، 5 و6. المانجر بالذات بس تصل لمرحلة 7، انت عم تصير منهم، يعني عم تطلع بقى هلأ خلاص عم يصير بقى في ثقة من اللي أعلى منك انه انت تقدر تنفذ المهام، وفي بيصير كمان قضاء liability، يعني انت كمانجر عم يشتغل تحت ايديك من 4 أشخاص مينيموم لـ10 أشخاص ماكسيموم، يعني انت عم تدير من 4 لـ10، أغلبهم منهم كتير بيكونوا فرانكوفون، بيحكوا انجليزي، بيحكوا فرنسي. إذا انت ما بتحكي اللغة ممتاز، بتقدر تعبر بطريقة جدا جيدة، يعني مو بس جيدة وإكسلنت، ممكن يصير في قضاء عليك من اللي انت عم تدربهم، يعني من اللي تحت ايدك بالحكومة ممكن يرفعوا عليك قضية انه انت ما عم تعرف تحاكيهم باللغة اللي هن الام لهم، اللغة الثانية. فمشان هيك بس تصير بالمانجر لازم يكون عندك اللغة تبعك بسموها CCC، يعني Perfect French، وطالع طبعا المدير، مدير المدير، الوزير، عفوا نائب الوزير، كل هاي الفئات هاي كلها لازم تكون bilingual perfect، بسبب liability، بسبب انه ممكن الموظف اللي تحتك يقاضيك اذا انت ما حكيت معه باللغة الام اللي هي الانجليزي او الفرنسي اللي هو بيشتغل فيها، لانه هو له الحق، هو له الحق يختار اللغة. فانا مثلا هلا ام ستوب هلا شوي بهاي، لانه عم بحاول اوصل للفرنسي لهالدرجة، مع انه انا بحكي كتير منيح بس الفحص صعب، والفحص ما في discrimination لأنه بنعمل عن طريق شخص ثالث، وهي بس قدرات،
يعني عرفت كيف، قدرات وجهد شخصي. فقد ما بتعطي جهد وقد ما عندك قدرة أنك تتعلم لغة فممكن أنت تجتاز هالمرحلة طبعا، بس تأخذ وقت. على أنا بحل بمرحلة التدريب حتى أقدر أحصل على الليفل 7 لأنه أنا اجتزت الامتحان، ولكن ما بقدر أعمل بهالمرحلة كمانجر مستمر. أنا اشتغلت يعني بسموها مانجر ترم، لترم بسيط للتدريب، عملوا لي تدريب، ولكن ما قدرت اشتغل انديترمنت لانه لازم يكون عندي الفرنسي وانجح بالامتحان بسي سي سي. هاي شغله. طبعا بعد المانجر بيجي المدير والمدير الاعلى، وبعدين المدير العام، بعدين نائب مساعد الوزير ومساعد الوزير، وبعدين بقى نوصل للوزير. هذا شيء ثاني. هذول نحن مساعد وزير هذا اعلى درجه ممكن توصلها بالحكومه كموظف حكومة، لأن الوزير مو موظف حكومة، الوزير بيكون منتخب. فهي المراحل. لا يفكر حدا أنه بيقدر فورا يصير مدير أو مدير الأعلى أو هذا، هذا شيء صعب جدا جدا جدا، وبتاخذ ناس أحيانا أقل شيء. أنا يعني أقل شيء بعرف لحتى يصل لهالمرحلة هي بيكون 5 سنوات، أحيانا ل 18 سنة 20 سنة ما بيصل. في كتير ناس بتقاعد، بس التقاعد جدا يعني مشرف، لان انت هونيك لتخدم الناس والحياه منيحه، يعني عم يعطوك كل الخدمات، فمو شرط الواحد كل الناس تصير مدراء وهيك شيء او وزراء بس او مساعد وزير. طبعا هي اشياء كتير صعبه الواحد يسالها، وقلت لك في كتير اشياء معينه لها، بس ممكن كتير يدخل موظف من درجه 1 لـ4 او خبير يصير او مستشار. هي يعني بتطلع بالتدريج. ومانجر ممكن كمان، ممكن مدير، بس بدك اللغة تكون ممتازة اللغة. وبس على فكرة بس تفوت لدرجة مدير وأعلى، هون بقى ما عاد بعد قصة لغة، بس بعد المدير بيصير، خاصة المدير الأعلى وفوقها بيصير عندك النتوركينج. هون مين بيعرف مين، فلان بيعرف فلان، فلان اشتغل مع فلان، انبسطوا مع بعض، كانوا عملوا كتير شغل منيح مع بعض، عمل مثلا بروجكت رائعه للبلد، ريكوجنايزبل، اخذ اووردز. هون نتوركينج واووردز وهي الشغلات بتفوت الموضوع. بس نحن عم نحكي بقى على الوظيفه اللي هي المشرفه العاديه. يعني هلا الحلقه اللي بقى اللي عفوا اللي بعدها ال 13. طبعا بس في هون سريعا دكتوره واحد بيقول انه هذا تعقيد في السلم الوظيفي. هو هذا السلم الوظيفي للكل مش بس للقادمين الجدد. لا لا مو بس القادمين الجدد، هذا الكل. هذا أنا بعرف كنديات وكنديين أبا عن جد عن جد، يعني من 3 generation أنجلوفونز وما بيطلعوا للدايركتر لأنه مثلا ما عندهم فرنسي كفاية، أو ما بيطلعوا دايركتر لأنه ما عندهم الكاريزما كفاية، أو ما عندهم الخبرة كفاية، أو في أشياء معينة. يعني ما بيكونوا حتى بس عرب أو بس من ذوي عرق معين أو لأنه إسلام أو مو إسلام. لا لا هاي ما لها دخل. بالعكس في 2 دي جي لهلأ بعرفهم أتراك مسلمين، وفي بعرف دي جي هندي، وبعرف نائب وزير هندي. فهي ما إلها علاقة، هاي إلها بقى علاقة بالقديش بتحكي فرنسي، قديش صار لك بالحكومة، هل انت بتكتب كتير حلو، بتعرف تكتب مزبوط، هل انت effective communicator. وطبعا الحكومة بتعطي كتير كورسات للتدريب المهني، وانا دائما باخد كل هالكورسات، يعني كتير منيح ان الواحد ضل على اشراف عليها. عفوا حابب اشكر فري مايند تحكي للمشاهدين لا تنسوا تعملوا لايك والشير ودعموا القناة لمحتواها المفيد، يعطيك العافية. شكرا لك يا فري مايند. اللي بعدها ولا هاي دكتورة؟ لحسنا نشوف هاي هي. هلأ هون بقى لما أنت بتقدم تلاقي الوظيفة، عملت ريسيرش، أوكي عملت ريسيرش، لقيت الوظيفة اللي بدك إياها، أو هاي مناسبة، هاي والله بأتوا تمام، وفيها AS وفيها AC يعني اللي بدك إياهم. apply online، تلاقي بتشوف هيك مكتوب apply online، تعمل كليك، بتروح على الأكاونت تبعك وبتكمل المعلومات المطلوبة. هي الرزمي. بس سريعا نفهم دكتوره، هون الاي اس هذول اللي حكيت عنهم اللي هم رموز للجوب. ايوه وتحت في مصاري مبلغ، ايش هذا؟ هذا المبلغ قديش بيدفعوا مثلا مثلا هي اي اس 1 يعني هذا الليفل واطي، هذا يعني ليفل من اول الدخول. وخاصه اي اس، نحن ما عم نحكي اي اس هذول مو مستشارين او مو محللين سياسيين، اي اس يعني سكرتاريا. مثلا سكرتاريا ليفل 1 و2 و3 و4 و5
عندك بيروح بتجاوز المبلغ من المبلغ كبير حتى على حسب الخبرة yeah. معناها من yeah. 74 يعني ببلش yeah. من 47 ألف ل 140 ألف. 140 ألف يعني هي بده واحد يكون 20 سنة يكون عنده خبرة لحتى يصل لهالمبلغ هذا إذا إيه أس إذا عمش اللي هو آخر يوم ممكن تقدم فيه وهذا الديدلاين closing date هذا كتير مهم. بعد هذا الديدلاين بتروح عليك يعني ما بتعود بتشوف هذا اللينك ما بتقدر تقدم كل شيء أونلاين. اللي بعده الخطوة الخامسة اختيار المدة. هلأ هون بدك تفهم إنه أنت عم تقدم على عدة أشياء. في أنت ممكن تقدم على شيء بسموه casual work 4 أشهر. الأربعة أشهر ممكن تمديدها أكثر، عادة ما بنصح فيها. السبب هو بيفتحوها بس بحالات مثل كوفيد مثلاً، بيقول لك casual work تعالوا اشتغلوا بالحكومة casual work بيعطوا معاش كتير عالي لأنه 4 أشهر بس. الأغلب لا تتجدد، وبعد ما تجددوا لك إياها مرتين يعني بعد 8 أشهر ما بيحق لهم يجددوها قانونيا. يعني عنده المدير وقتها اختيارين، يا إنه يعطيك بعد 8 أشهر اللي بيسموها term أو indeterminate الكونتراكت تبعك العقد، أو يقول لك باي باي. الأغلب بيقولوا باي باي، يكون هو بس لشغلة معينة بده إياك، مثلا في عندهم شيء بكوفيد بدهم حدا معين لمدة 4 أشهر 8 أشهر يشتغل على بروجكت معين، عندهم البادجت قليل لأن هي على حسب البادجت، بيعطوه مثلا المدير بادجت بس 8 أشهر يلاقي حدا يشتغل له على الشغلة، خلصت البادجت باي باي. هاي الكاجوال أنا ما بنصح فيها إلا إذا أنت حابب تعمل خبرة أو ما في أي شيء تاني تعمله. بس اللي أنا بنصح فيه اللي هو المؤقت، بيسموها part time أو shift أو full time، بس تبقى مؤقت من 6 إلى 12 شهر، يعني من نص سنة للسنة. هاي كتير منيحة لأنه ممكن قابلة التجديد، يعني دائما تضل قابلة التجديد. وفيها شيء تاني فيها لها مميزة كتير حلوة، الشيفت ما معناها أنت صار بيحق لك تشوف كل الوظائف الموجودة على الإنترنت. هلأ أنا في وظائف بقدر أقدم عليها لأنه أنا بشتغل بالحكومة، مو مفتوح على أي شخص ما بيشتغل بالحكومة، ما يعني أنت ما برات الحكومة ما ممكن تقدم عليها، ما حتى ما بتشوفها. هاي للي داخل الحكومة. هاي بس للي داخل الحكومة. مين مشان هيك لما أنت بتكون شيفت ما بتشوفها، فأنت شو استفدت؟ عملت شيفت مشان تقدم على وظائف تانية بس أنت مش شايفة هالوظائف. بس لما أنت بتكون ترم لمدة 6 أشهر لسنة بتشوف الوظائف هاي، أي ترم كونتراكت عقد ترم بيحق لك تشوفها، فبيحق لك تقدم عليها. فهي بتفيد إذا بتلاقي وظائف تانية بعد هالعقد هذا. طبعاً الممتاز اللي هو بيبقى دائم شغل دائم indeterminate full time part time أو shift، هي بتكون كتير ممتازة. فهي اختيار المدة كتير لازم تكون مهمة تنتبهوا عليها. مراحل العملية يعني كيف بتقوم، خليني أقول لك إياها باختصار شديد لأن خايفة أن الوقت حيداهمنا. باختصار هي انه لما انتم بتقدموا على وظيفه، انت عملت ابلاي اونلاين وبعتها، بدك تستنى تقريبا مده سنه. العمليه كلها سنه. ليش سنه؟ لانه بعد 3 أشهر بيجيك اول شيء بدك تكتب انت اجوبه على اسئله معينه. مثلا بيقول لك هل في حياتك انت كتبت بريفنج نوت او سمري لهاير مانجمنت؟ هاير مانجمنت اللي هو مدير العام او نائب الوزير. بيسألك هل أنت كتبت بريفنج نوت بحياتك؟ أنت بتجاوب إيه أو لا، ولازم تعطي بأكثر. هي كتير مهمة، حرجع عيدة هي نقطة مهمة لأنه أنا ما حصلت على الوظيفة بسببها، 200 وظيفة قدمت ما كنت عارفة هالنقطة. لازم تكتب التفاصيل المملة حتى لو كان السؤال معاد أو مكرر، لا تمل وعمل جهدك إنه تكتب التفاصيل، التاريخ، وكن دقيق. التاريخ امتى من امتى عملت اكتسبت هالاكسبيرينس هاي، كم مره، كيف، شو عملت، يعني بكل التفاصيل الدقيقه اللي ممكن تحطها واكزامبلز عليها لحتى تقنعهم ان انت فعلا عندك هالاكسبيرينس هاي. هي بتجاوب على الاسئله تبعتها هي مع الابلكيشن. بعد 3 أشهر بيرجعوا لك، بيكونوا الاتش ار حدا نقى اختار الملف تبعك. بس يختاروا الملف تبعك بيقولوا لك انت جاهز للامتحان، رح نعمل لك امتحان كتابي. فيقول لك بدنا نمتحنه هلا كتابته. بيبعثوا لك الامتحان على البيت او بيحطوا لك وقت معين، ممكن تكون نفس اليوم ب3 ساعات او ممكن تكون على خلال 3 ايام.
الفحص هذا، بتكتب انت بتبعت لهم اياه، بتستنى كمان 3 اشهر تقريبا بيرجع بيقولوا لك نجحت او ما نجحت. نجحت بالامتحان بيقولوا لك اوكي، عفوا 3 اشهر اوكي، نجحت بالامتحان لسه باقي لك الانترفيو، بدك تعمل الانترفيو. نجحت بالانترفيو بيحطوك بشيء اسمه بول، مو انفنتوري، هذا الانفنتوري بالاول. بول، البول هو اهم شيء انت تكون فيه، بس تصير بالبول اتصل بكل اصحابك اللي بيشتغلوا بالحكومه، اعطيها الرقم البول، لان انا يا جماعه بالبول لاقوا لي شغل. اوكي، هون بصير بدك تعرف الناس في الحكومه. ايوه، بس لازم تكون بالبول، لانه ما في ابدا دايركتور او مانجر ممكن ياخذك اذا انت مو بالبول. يعني بالبول بتكون انت مشفى، يعني بيكون هن فحصوك وعملوا لك انترفيو وشيكوا عليك وكل شيء جاهز، يعني جاهز تقريبا، بس بدك تلاقي الوظيفة الصح. بس يلاقوا لك الوظيفة الصح بدك تعمل لسه امتحان اللغة، بس تعمل امتحان اللغة بعدين تاخذ العقد، عشان هيك المدة السنة. فاللي يفكر يقدم على الحكومة بقي له السنة لا ياخذ الجنسية الكندية، يقدم هلا. ان شاء الله نكون فدناكم بهالمعلومات، بعرف انه كثير في معلومات وانه الوقت داهمنا. طيب ايش هاي دكتوره؟ احنا مايك ما نكمل. انا فكرت انه وقف مشان لا احنا مش مالين منك، بدنا ندخل. طيب اذا هيك، طيب اذا كنت تنجحوا كان خليني اقول لكم كيف كنت تنجحوا. لو بدك تروح على الانترفيو مهم كثير تستخدم هالطريقه اسمها ستار. ستار هي سيتويشن يعني الوضعيه، التاسك المهمة، الأكشن الإجراءات، والريزولت النتائج. هاي أنا كتير عطيتها، يعني أنا كتير ساعدت ناس بتطور بهاي لأنه حدا ساعدني فيها. أنا نجحت من ليفل 2 لليفل 6 بخلال 6 شهور، وهي كانت أول مرة كلهم قالوا لي بالحكومة بلاقوا حدا بيطلع من ليفل 2 لليفل 6 ما شافوها بالها. والسبب أنه في أشخاص ساعدتني أنه عطتني هالطريقة هاي، حكولي عنها واتبعتها. قبل ما تروح على الفحص الانترفيو بدك تعمل انت بعقلك شو ممكن يسألوك أسئلة، شو ممكن يسألوك أسئلة عن خبراتك، وتحاول تجهز أجوبة وتتمرن عليها مع المراية مع نفسك، تتمرن عليها مع شخص بتعرفه أو قدام المراية بطريقة الستار. وعلى فكرة إذا هي انتوا رايحين لأي انترفيو هي بتساعدكم كمان بأي انترفيو، إن كان بالحكومة أو خارج الحكومة. ففي طريقة مهمة لحتى تنظم افكارك وانت عم تعمل اي مقابله. اول شيء بتقول لك مثلا هل بحياتك انت مانج اتيم، هل انت شيء مره اشتغلت مع تيم، مو حتى مانج اشتغلت بتيم. فانت بتقول له سيتويشن، بتقول له نعم انا اشتغلت مع تيم قبل 5 سنين، كنت عم بشتغل بوزاره الخارجيه مثلا. التاس كان مهمتي انه اقدم شيء عن الديفلوبمنت فند للرئيس بالشغل. الأكشن اللي أخذتها دائماً تكسكر 3 أكشن، الكنديين الشعب الكندي والأمريكي بيحب كل شيء 3، فباختصار بتذكر حالك شو عملت من 3 أكشن. communicated, I organized events, I wrote, I did research. 3 أشياء. بعدين تدخل بقى هون باللي يعني مثلاً شو هي الأكشن اللي أخذتها لما عملت هدول 3، والresults هي كتير مهمة، شو الresults اللي أنت حصلت عليها من هالاشياء اللي انت عملتها، كان كتير ممتاز، نجحنا تتتت. بعدين انا دائما بحب ضيف من عندي اضفتها اللي هي lessons learned. بحب اختم انه مثلا لو انا قدرت ارجع بالوقت time، يعني I could go back in time I would not change anything. او بقول if I could go back in time learning what I have learned or knowing what I know now، بعد معرفتي هلأ بما حدث شو ممكن غير. مثلا بقول كان ممكن اعمل كذا، كان ممكن اعمل كذا. هيك كثير بيحبوها الكنديين. اوكي، هاي طريقه لتنجح باي انترفيو كندي. حلو. ستار زائد lessons. نعم. هلا شو كمان عندنا هون اللي 17؟ ويلكم كندا. متطلبات اللغة، بس حبيت أحكي بـ 18 لو سمحت، نروح على 18. متطلبات اللغة بس حتى الناس تاخد فكرة، اللغة هون بتتقسم لـ A و C، A و B C.
الاي مش منيح على فكرة، الاي اوطى شيء، والسي عكسوا الاي. فعندك مثلا اغلب الاعمال بالحكومة تتطلب بي بي بي، يعني بي بقراءة متوسط، بي بالرايتنج، وبي بالاورال، دائما بهالاوردر، دائما ريدنج رايتنج. لما بتشوف واحد طالبين بي 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 يعني طالبين رايتنج اورال. اوكي فرنش نفس الشيء، مثلا اذا انت بدك تصير مانجر ليفل 7 بدك سي سي سي، يعني بدك على علامات. اذا انت بدك بس تشتغل بالحكومه، اذا انت اي تي عاده اللي بيفوتوا اي تي او فاينانس يعني هن لغتهم الارقام، مو محتاجين لغه كثير، اللي لغتهم ارقام ممكن يدخلوا اسينشال فرنش او اسينشال اسينشال فرنش او اسينشال انجلش، فبتكون اي 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 مو مشكله، حتى ما بيعملونها اختبار اللغه الثانيه. بس اللي بده يدخل بده كتابه، يعني شغله his bread and butter is كتابه وقراءه وتفسيرات واناليسز. اناليسز هي بدها في انجليزي وفرنسي قوي. هذا يعني احسن واحد لا مو بس هيك، حتى بدي اقول لا ممكن يكون ادمنستريشن، يعني لما انت بدك تشتغل مساعد كمثل سكرتير، يعني مساعد لدايركتور جنرال، بدك تبعت ايميل on his behalf، عم تبعت ايميل بالنيابه عنه، ما بيصير الايميل اللي بدك تبعته حتى لو بدك تنظم اجتماع، ما ممكن يعني ينبعت ايميل نيابه عن المدير العام وكله اخطاء املائيه او اخطاء لغويه او اخطاء يعني تايبوز. يعني اللغة مهمة أساسية. لا قصدي إي شو هذي معناها دكتور؟ إي هي إكزامت، يعني هي ما بيعملوا لك فحص نهائي، لأن هي الفحص هذا اللي بيعملوه كل 5 سنين. يعني مثلا أنا فرض أخذت سي 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 اليوم، بعد 5 سنين بيفحصوني لحتى يعرفوا أنه لساتني عم بدرس. يعني مش مرة واحدة كمان. لا كل 5 سنين بيفحصوك، بس إذا أنت أخذت EEE معناها بيعرفوا أنه أنت مثل نيتيف، يعني مولود هون بتحكي، يعني مثل ابنك الله يخلي لك يا. هذا بده يكون EEE يعني. هذا خلص ما بيفحصوا يعني. هذا خلص بيفحصوا مرة وخلص مدى الحياة. طب دكتورة اللي عنده آيلس وعنده هاي هل تنفعه ولا لا؟ عفوا إذا عنده؟ عنده شهادة آيلس مثلا جايب 7 في الآيلس. لا بيعملوا له الامتحان هنا تبعهم. لازم امتحانهم. نعم. أوكي. واضح. كل واحد على امتحانه، فأرجوكم يعني ما بدي أنا نعقد لكم المواضيع، بالعكس أنا محاول أعطي الطريقة، لأنه فعلا الواحد ينجح، هي أهم شيء يكون عنده اللغة، ويكون عنده أنه على شيء عايش بيقدر يثبت أنه عايش 5 سنين بكندا، وبيقدر يعملوا له سكيورتي كليرنس، وبيعرف شو ينقي لحتى يقدم على إيش، وكيف يجاوب على الأسئلة، يسهل يعني الاكسبيرينس اذا عنده، يعطي امثله كثيره ما يقلل من الامثله، وكمان شو اسمه اللغه كيف يقدر يعني ينجح فيها. انا بس بسال سؤال، انا في اسئله كثير، في سؤال هون لما تدخل البول لازم تدور على المانجرز اللي اصحابك ولا اي واحد بيشتغل في الحكومه؟ كثير سؤال منيح. هلا انا عطيت هون لينك بوحده منهم، هلا حلاقي لك اياها. لا لما تفوت انت بالبول، بس بالبول، وارجوكم ينتبه الواحد مو انفنتوري، لان الانفنتوري هاد تدخله اول ما تقدم على طلب شغل، اذا ما رفضوا لك يا فورا بيحطوك بشيء اسمه انفنتوري، يعني انفنتوري يعني هي مثل انفنتوري مستودع على حتى ياخذوا بعدين منه الناس اللي حيمتحنوها مشان البول. الانفنتوري ولا شيء، اذا انت بالانفنتوري ولا شيء، يعني انت بس باول مرحله الامتحانات. البول هو الأساس. لما أنت بتكون بالبول شو بتعمل؟ عندك شغلتين بتعملهم، يا أنت بالبول إذا قعدت واستنيت، في ناس تستنى ممكن يتصلوا فيك ممكن لا، بس بتعرف أنه أحياناً 1000 شخص بيقدموا على وظيفة مثلاً معينة، منهم 50 بس بفوتوا للبول، بس هن مو 50 شخص بدهم، هن بدهم شخصين بس. فبياخذوا شخصين اللي هن بدهم اياهم، ممكن يعرفوهم ممكن شخصين، بس بنفس الوقت بيخلوا الخمس هالباقيين هدول اللي هي 48 موجودين بالبول. ليش بيعملوا هيك؟ لانه البول غالي مكلف للحكومه، فلحتى ما يعملوا فحص لكل واحد على لحاله، بيعملوا بيفتحوا هذا الكونكور، هذا الفحص الجماعي، وبيخلوا البول هذا لحتى اذا صار في احتياج بالديبارتمنت بالوزاره بيروح المانجر وبياخذ ناس من البول.
أقل أقل تكلفة لهم مشان هيك. فأنت لا تقعد بس وصرت بالكل وخلص وننبسط ونقعد، لا، لازم يكون في عندك برو أكتف، يعني أنت بدك تسعى وراء الوظيفة. كيف؟ في طريقتين. اللي ما عنده أصدقاء بالحكومة، أنا شخصيا ما كان عندي معارف بالحكومة، بيشتغلوا بالحكومة، أو يمكن حتى ما كان عندي إدراك إنه ممكن إنه يساعدوني، ما كان بدي أسأل أو ما فهمت كيف الطريقة بالوقتها. فلا، لازم تسأل أصدقائك، تبعت لهم. كيف تسألهم؟ تبعت لهم السي في تبعك، تعمل إيميل، تبعت بهالإيميل هذا السي في كاملة وحلوة ومرتبة، وبنفس الوقت بتحط الرقم البول اللي أنت فيه، لأنه هاي الطريقة تبع الـ HR فوراً بيلاقوك بأي وزارة أنت، بيلاقوك بالبول. وبتعطي كمان هالصديق تبعك هيك مثل cover letter، نبذة عنك، لحتى هو لما بده يحولها لحدا بسهولة يقدر يحول السي في تبعك ورقم البول ومعلومات عنك للشخص المناسب. الشخص هي واحدة، هي طريقة. الطريقة الثانية اللي أنا اتبعتها، لأن ما كنت بعرف أشخاص بجوات الحكومة وقتها، إنك تلاقي المدراء. وهي شغلة بدي أقول لك عليها، ما حدا بيقدر يوصفك في الحكومة إلا المدير، the director. يعني إذا الدايركتر جنرال ما بيقدر يوصفك، المانجر ما بيقدر يوصفك، الوزير ما بيقدر يوصفك، نائب الوزير ما بيقدر يوصفك. إذا الليفل 7 هو الوضع الوحيد اللي بيقدر يوصفك، لأنه هو بيعرف البادجت، بيعرف قديش البادجت تبعه والنيد، وإذا محتاج لحدا، وإذا في إمكانية. الوحيد هو الدايركتر. فلا تعزبوا حالكم تبعتوا وقت إيميلات عشوائية للمانجر وللوزير وللسفير، لا 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 لا. ركز جهودك، اوكي، لانه في كثير هالجهد. ركز جهودك على المدير. كيف بتروح؟ في صفحه هلا اعطيك اياها، في صفحه انا كتبت لكم اياها على العموم، اللي هو صفحه رقم 15 اعتقد اللي احنا شايفينها. جيتس، ايوه جيتس، انت فاتح على نفس الصفحه. لا هي مظبوط. جيتس، انت هون بتحط مثلا، شايف هذا السيرش البار، بتحط فيه انت الوزاره اللي بدك اياها، اي وزاره مثلا، بتحط الوزاره اللي بدك اياها، بتعطيك البرانشز الفروع. اوكي، شوف انت الفرع اللي بدك اياه. مثلا فرود انا عم نحكي مثلا عن وزاره الهجره، بتروح على immigration كندا، بتلاقي فروع كتير، بتلاقي الفرع مثلا انت حابب تشتغل مع الريفيجيز، اوكي، مع البرانش اللي بيساعد اللاجئين، بتروح ريفيجي افيرز، هونيك بتلاقي اسم الدايركتور. في عدة دايركتور، بيكون دايركتور جنرال واحد، بيكون تحته أربع دايركتورز، وفي مانجرز كتير. ما تعزبوا حالكم بالمانجرز أو الدايركتور جنرال أو نائب الوزير، الدايركتور هو الوحيد اللي بيساعد. هذا بتبعت له إيميل، شو بتحط بالإيميل؟ مثل ما قلت، السي في، البول نمبر، لأنه إذا أنت مو بالبول ما حدا رح يقدر يساعدك تجي للحكومة. السبب؟ ما في حتى أصدقاء. أنا مثلا إذا في عندي صديق عزيز جدا جدا ما بقدر جيبه، يعني إذا هو منه بالبول، منه مؤهل. يعني هون نحن بقى تختلف قصة الواسطة. نحن عنا ببلادنا ابن عمه، ابن خالته، رفيقه، بيحبه، فوته، هي واسطة بدون مؤهلات، وأغلب الأحيان ما بيكون عندهم مؤهلات. هون لا، هون بده يكون مفحوص وعنده المؤهلات اللي هن بدهم إياها والمواصفات، بيكون بالبول وجاهز. ما في حد ممكن يتعدى على القانون، لأنه هذا بيكون تعدي على القانون، إنه يجي وصفك أنت منك بالبول ويأخذ محل شخص ثاني بالبول. ممكن هي تسبب قضاء، ممكن يتقاضى جنائيا. نعم، فاستحالة تقدر هي الشغلة تصير. أنا بدي أرحب بالإعلامية لونا بولوس، أهلا وسهلا فيكي، بتقولنا شكرا كثير على المعلومات، شكرا لك على البرنامج اللي بتسويه أسبوعيا، إحنا دائما بنتابعه، شكرا لك كمان. يعني معلومات جدا رائعة، معلومات مهمة جدا. أتوقع أي واحد بده يدخل الحكومة ممكن يرجع لهاي الحلقة ويستفيد منها. أنا بدي أشكر الدكتورة ربا إنها عملت لنا أول إشي برزنتيشن، أنا عارف إنه أخذ منها وقت خاصة باللغة العربية وترجم، وعطتنا ملخص خبرة 200 أبليكيشن. نعم، يعني هي لخصت لنا 200 خبرة في هالساعة وشوية. فباسمكم كلكم نشكرها جزيل الشكر، بنقول لها شكرا لك على وقتك وعلى جهدك،
وان شاء الله يعني ربنا بيرجع لك اياها خير وبركه. الله يعطيك العافيه دكتوره. ان شاء الله. وانا عن جد حابه بس خاصه الجاليه العربيه بلاقيها كثير بتتعذب بهالموضوع هذا، اللي هن مو مولودين يعني كبرانين هون بهالبلد، جايين فيرست جينيريشن ويمكن لسه صغار، حتى جايين ب 17 و18 مثل ما انا وقت جيت 17، وفي لسه ودرسوا هون جامعه وحابين يدخلوا بس ما عم يعرفوا الطريقه، فهدول انا بالذات يعني حابه ساعدهم وان شاء الله نكون استفدنا. واذا حدا توظف خليهم يقولوا لك يعني من ورا هالبرزنتيشن حلوان ويدعوا لنا. لا في حلوان غير الدعوه، في حلوان كمان. الله يوفق الجميع يا رب، وان شاء الله دائما 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 نقدر نستفيد من المعلومات، او حتى لو واحد استفاد اثنين ثلاثه ان شاء الله يدعو لنا بالخير والبركه. هذا الهدف من الواحد يفيد واحد، والواحد يفيد واحد، فايتس اكسبوننشال. لا تخبوا المعلومه اذا بتقدروا. ومن هون من هذا المنبر في شخصين هون طلبوا حلقات عن شغلات، واحد حكى عن الهندسه المدنيه، اذا في حدا عنده خبره بالهندسه المدنيه بالمعادله يتواصل معي مباشره او مع القناه وبيستضيفه، برضه بفيد غيره. وفي برضه طلبوا عن التحاليل الطبيه، التحاليل الطبيه برضه اذا في حدا عنده، انا عم بحاول للاسف ما لاقي حدا دارس برا كيف يعادل شهادته، شويه شويه بس ان شاء الله بنلاقي. دكتور ربا برضه اذا عنده حدا معرفها كثير فان شاء الله بتقدر تساعدنا. ان شاء الله دكتور ربا. مساء الخير على الكل ومساء الخير على جمهورك، وشكرا كثير لهيك برنامج، فعلا نحن دائما بنفتخر فيكم بهيك برنامج بيساعد الناس. للعلم يا جماعه اسم البرنامج كان ايديا من الدكتور ربا، فشكرا لها في بصار مهنتي. شكرا لكم وتصبحوا على خير. باي، تصبحوا على خير.